ويكان. باش نحكي اليوم في اس ويكان على بلاد اعطت العالم درس في قدرة الشعوب على النهوض وصنع المستحيل. رسمت ملامح تجربة اطلق عليها جل المحللين الاقتصاديين لقب المعجزة، معجزة نهر الامازون، واللي بفضلها تحولت من واحدة من اكثر البلدان تخلف النموذج تسعى كل البلدان لاستنساخه. 25 عام كانت هي تقريبا الفترة اللي تكتب فيها سيناريو حلمة اليوم، حلمة بشجيكم من بلاد الذهب الاخضر. نحكيوا فيها على غول القارة الامريكية الجديد البرازيل. تبدأ حلمة البرازيل من سبعينات القرن العشرين، وين كانت دولة خاضعة لحكم عسكري تم تصنيفه كواحد من أقوى الأنظمة الديكتاتورية في العالم، وتبنت فيه الحكومات العسكرية سياسات رأسمالية متوحشة دافعت فيها على مصالح رجال الأعمال وأصحاب الشركات الكبرى مقابل تجاهل وتهميش للطبقات الوسطى والفقيرة، الشيء اللي خلق تفاوت كبير بين الطبقات الاجتماعية وساعد في انتشار الأمية والأمراض من جهة وتفشي ظاهرة الإجرام في الأوساط الفقيرة من جهة أخرى. أكثر من 20 عام في السلطة عجزت فيهم الحكومات العسكرية اللي دولت على الحكم على وضع برنامج تنموي قادر على انتشال البرازيل من مشاكله الاقتصادية والاجتماعية وجعلت منه واحدة من أكثر بلدان العالم الثالث فقر وتخلف. واصلت الحكومات المتعاقبة تطبيق سياسات عشوائية ارتكزت بالأساس على التدين من الخارج في ظل عجزها على خلق ثروات من شأنها باش تحرك عجلة الاقتصاد في البرازيل. سياسة اقتراض عشوائية وفساد مالي نخر كل أجهزة الدولة خلاو البرازيل تدخل أول الثمانينات في أزمة ديون كبيرة ومشاكل اقتصادية خانقة كانت السبب في ظهور تحركات شعبية وحركات احتجاجية كبيرة أدت لسقوط النظام العسكري واسترجاع المدنيين للحكم. تعاقبت بعدها الحكومات المدنية على السلطة ولكن سياساتها الانفتاحية واعتمادها على الخوصة الغير مدروسة فشل في الحد من خطورة الأزمة اللي تعرفها البرازيل، الشيء اللي أدى لتراجع حاد في الانتاج المحلي وارتفاع قياسي في معدلات البطالة اللي فاقت 45% وغرقت البرازيل في مشاكل اقتصادية واجتماعية كبيرة تفاقم على إثر الفساد حتى في الهياكل النقابية اللي كانت في الأصل مجعولة للدفاع عن العمال وضعاف الحال. وصلت نسبة المواطنين العايشين تحت خط الفقر لأكثر من 65%، الشيء اللي مثل مناخ ملائم لانتشار الجريمة وعصابات المخدرات واستفحال ظاهرة الانقطاع المبكر على التعليم. وضعية كارثية بكل ما في الكلمة من معنى عاشتها البرازيل طيلة عقود من الزمن، حتى عام 2002 العام اللي تمكن فيه لولا دا سيلفا المواطن البسيط واللي بدأ كماسح أحذية من الفوز في الانتخابات الرئاسية. وصول لولا للحكم كان هو المنعرج الحاسم في تاريخ البرازيل المعاصر.